السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة براين تيست. إذا كنتم تتابعون القناة لأول مرة، نرجو الضغط على زر الاشتراك ودعمنا بلايكات. ساعدي الرجل على الهرب. كما تشاهدون في الصورة، هناك رجل يريد أن يصل إلى سيارته، لكن الزومبي لن يدعه لأن أي حركة يقوم بها هذا الشخص إلا وقام بها الزومبي. لذلك سنستعمل هذا المكان أو هذا الحاجز لكي ندخل إليه الزومبي هكذا، ثم هكذا وهكذا، سيكون الزومبي عالقا في الجدار ولن يمكنه الخروج حتى نصل إلى سيارتنا. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.